مصيبة، دي جريمة. بس أنا فخور بك يا شباب والله. الله يخليك سعادتك. ادخل. ماشي. خير يا نادر. تقرير البصمات اللي ساعتك طلبته فعلا. طيب. خير يا باشا، في جديد؟ بصمات أمير اللي على الكوباية ما طلعتش متطابقة مع البصمة المجهولة. هو سعادتك كنت بتشك في أمير؟ ده بعيد قوي عن آدم سعادتك. بالعكس، ده قريب جدا. تنساش إن أمير معاه الجنسية الأمريكية، يعني أمريكاني زي الراجل اللي اتقتل، واحتمال يكون بينهم الاتنين خصومة وإحنا ما نعرفهاش. فاستعمل آدم عبد الحي. آدم عمل فيها الذكر، عمل فيها سبع رجالة ببعض، ودخل قتل الأمريكاني لحساب أمير. تشبيكة غريبة قوي يا باشا. اشمعنى؟ هو أمير قريب نانسي، ونانسي بتعمل ديكورات الفيلا للأمريكاني، وأمير راح زار أهل آدم وشال حبيبته ووداها المستشفى. يعني نانسي على علاقة بآدم وتعرف طريقه. ولك يا هشام، أمير ونانسي يتحطوا تحت المراقبة 24 ساعة، مش عايزهم يغيبوا عن عينيك لحظة واحدة. اعتبره حصل ساعتها.